الناس كيفكم؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم حنلعب لعبه افاتار وورلد. اليوم يا جماعه حورجيكم كثير وصفات تبع الاكل في لعبه افاتار وورلد، اكيد يعني فتقريبا كل الوصفات، يعني مو كل شيء، بس راح اعطيكم كمان نصائح كيف يعني تزيدوا تعملوا وصفات اكثر. فبس تبعوا مع الفيديو الاخر راح تفهموا كل شيء، تمام؟ بس تبعوا مع الفيديو. المهم قبل ما نبلش اشتركوا بالقناه كمان، حطوا لايك الفيديو. بس هلا خلينا نبلش. انا حاليا متواجده بالمحل تبع الالكترونيات وكذا، صراحه بدي اخذ موبايل جديد وإشي زي هيك، لانه عندي بس فليب فون، بس مدري ايش موبايل اللي اشتري، يعني ما في موبايل عادي. ساعدوني جايز، خبروني بالتعليقات. المهم اوه ديكو هون في، او ماي جاد بحب هالاشياء. المهم انا رح تروحوا جايز هلا على الطابق الثالث عشان تسووا الوصفات والاكل وكذا. المهم جايز، طبعا تعالوا على هذا المكان اللي فيه المهم بهذا المكان بتلاقوا كثير كانه انجريدينتس، يعني الاشياء اللي يلا كيف بدي اقول، يعني المقادير. ايوه المقادير. اوكي اول شيء بدي ارجيكم كيف تصنعوا اكله اسمها تانغ هولو او اشي زي هيك. المهم رح تاخذوا هذه الفرايز، هذه تمام، هاي البطاطس المقليه، خذوا 3 حبات تمام. بعدين رح تروحوا جيبوا فواكه، اوكي جيبوا فواكه. انا هلا ما بدي اطلع صراحه من المكان اروح اجيب فراوله من محل ثاني او اطلب، فيني اطلب فراوله، بس المهم يعني تخيلوا انه هذه فراوله. المهم جيبوا كذا الفراوله وحطوا كذا 3 حبات وليك، ورح يطلع زي اكله اسمها تانغ هولو اللي بياكلوها الاجانب. كثير حلوه، انه كانه بيكون عود بحطوا فيه فواكه يعني مرتبه كذا، يا اما موز اشياء زي هيك. ف يب هلا جايز خلينا نبلش بالمقادير. اول شيء خذوا هذه مع هذا وهذا، يعني ما تمزجوهم لا، بس كذا خذوهم. وبعدين جايز روحوا على هذه الجهه تبع الاشياء العاديه وخذوا هذه الاشياء. استنوا اوكي خذوا هذه. بعدين بعد ما تاخذوا كل هذيك الشغلات خذوا جايز كثير من هذه الاكله اللي باللون الاخضر. هلا جايز رح ندمج كل هالاشياء مع هاي اللي باللون الاخضر، تمام؟ فحن خلي كذا نرتبهم كلهم، رح ندمج كل واحد مع اللون الاخضر زي هيك. بعدين لا مو هاد، ايوه هذا مع هاد، اوه يعني عملتها بس بالغلط. ايوه هذا مع هذا، شايفين جايز كيف بيطلع؟ واو. فليكو شفتوا هنا صنعنا اكل بلون اخضر، وكمان هذه بلون بنفسجي كثير حلو، خلينا نحطها هون. هلا خلينا جايز نروح نصنع اكل اكثر. هلا رح نصنع دوناتس، فهينا اخذنا جايز 3 دوناتس. وهلا رح تاخذوا هذه، تشبه بطاطس بس والله مدري ايش هاد، اعتقد بطاطس مرعبة. بطاطس مرعبة لأنه هذا المكان تبع الأكل المرعب. فالمهم رح تاخدوا جايز هلا هذا الأكل، خذوا كمان هاي اليونيكورن. أيوه أكلتها أنا عن قصد. المهم رح تدمجوا كل هالشغلات مع هذه الدوناتس، وليكو بيطلع لكم دوناتس على أشكال مختلفة ومتنوعة وكيوت وكذا ومدري شو. تادا. هلا جايز رح تاخدوا هدول الشغلات وهدول الشغلات كمان، هذه تبع اليونيكورن، اوكي؟ فاخذوا هذول ودمجوهم مع هذه كانه مدري شو اسمه والله. استنوا. صنعت هذه على شكل قطه كمان بالغلط، كان المفروض امزجها مع هذيك الشغله الثانيه، هذيك الحلوه اللي بتكون بالجهه تبع الدوناتات والاشياء. بس ما علينا، هيك هذول الوصفات جايز اللي بعرف، خلينا نكمل. رح تاخذوا كمان هذاك اليونيكورن وهذيك الفاصوليا اللي بتشبه بطاطس، او بطاطس بتشبه فاصوليا مدري ايش، والله مدري بتشبهني مدري شو اسمه الصراحه بالعربي، بس ما علينا. هلا جايز رح تدمجوا هدول كلهم. يا الله انتظروا، بدي جايز اجرب اصنع وصفات انا، يعني رح ادمج اي شغله مع اي شغله. ليكو هي طلعت لنا اكله كثير حلوه، تمام. خلينا نحاول ندمج هاي مع هاي، ما بنقدر. خلينا ندمج هاي مع هاي، هاي مع هاي، لا ما بتزبط. هاي مع هاي، ندمج كل شيء مع بعض. المهم خلي جايز نحاول ناخذ اكثر من هدول، فرح ناخذ هاي العين، هاي نحاول ندمجها مع شيء. والله ما رح تطلع الا لما تندمجي مع شغله، رح ندمج اي شيء مع شيء ثاني. جايز خذوا هدول اللي على شكل بطاطس، وهي تبع القطه، فعليكو بيطلع لنا اكل على شكل قطه كيوت. كثير حلو. هلا كل هذا الاكل خلص نتخلص منه. هلا خذوا هذه اللي على شكل بطاطس ومدري شو، بعدين هذه. المهم هدول 3 مقادير اللي بنحتاجهم كثير. بعدين جيبوا هدول اللي باللون
الأزرق ومزجوه مع هالشغلتين وليكو إيش بيطلع لنا، كأنه أكل أزرق وما أدري إيش هاد اللون، يعني طبعا نعناع كأنه منت، فبتدمجوه مع هذاك بيطلع كأنه عنده أجنحة. المهم هلا ادمجوا هذا تبع اليونيكورن مع هاي البلو بيريز أو التوت الأزرق وليكو إيش بيطلع لكم، فطيرة تبع بلو بيريز بنكهة اليونيكورن. ف يا اوكي هلا يا جماعه خلينا نكمل، رح ناخذ هالثلاث شغلات اللي دائما ندمجهم، ورح تاخذوا الموز هذا كمان، خذوا ثلاث قطع تبع الموز وادمجوهم مع كل الشغلات، هاي ثلاث مقادير اللي بنحتاجهم كثير. المهم ندمجهم مع هاي الموز بعدين ليكو بتطلع لنا ثلاث اكلات بنكهه الموز رائعه. المهم هلا جايز خلينا نكمل، ليكو كم صنعنا من اكل اوريدي؟ العامة اللي بتقول ايش بتسوي هذه قاعدة بتسرق لنا اكل، فليكو تحت جايز بيكتبوا الثمن هلا 95 198، وانا ما بدفع يعني. المهم هلا خذوا ثلاثة تبع هدول رح نصنع اكل عندهم اجنحة خفافيش. سو هلا شو رح نعمل جايز؟ رح نجيب استنوا هذه الخضراء وهذه الدونات، المهم هذا السطر الاول كله، ورح ندمجهم مع هدول عشان نصنع اكل باجنحة. تدا شايفين؟ بنجد مدري ايش اسم هالاكلات، يعني زي الاكلات اللي بيكونوا بالمطاعم الفخمة اللي ما عندهم ذوق ولا معنى بس بيكونوا غاليين، يعني كذا بتكون قطع صغيرة غالية بس والله مدري يعني مدري بس بيعجبوكم، يعني لما بتاكلون خلص بيعجبوكم مدري، حتى لو ما فيهم طعم ولا اي شيء من جد هيك يعني بوصفون. ما علينا هلا جايز رح ناخذ، بس بمزح فكره، المهم هلا يعني رح ناخذ ثلاث من هدول، رح نصنع كمان اكل اكثر فيهم اجنحه زي ما كنتوا شايفين. يب صراحه كثير كثير سهل يعني، بس تبعوا هاي الطريقه، يعني بتاخذوا اي شيء بتدمجوه مع اي شيء من جد، بس خذوا اي شيء موجود على المنيو وضلوا تدمجوه. بس انا يعني بساعدكم عشان اورجيكم ايش الاشياء اللي بيندمجوا، لانه في شغلات ما بتندمج مثلا هذيك الفاصوليا ما رح ندمجها مع فرايز، فممكن صراحه لو يعني شغلنا منطق ممكن يكون هذا الامر صح، بس لا صراحه هاي اكله على شكل كوكب يعني ما في منطق. ليكو لتس باللون البيربل، يعني هذا الخص ولا ما ادري شو اسمه باللون بنفسجي، ايش 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 المنطق بالامر؟ اكل فيه اجنحه يعني ايش هالاشياء؟ فيوتشرستيك مستقبليه وين بدنا نروح 2030؟ المهم يعني تاكلوا هالاكل خلاص رح تلاقوا نفسكم ب 2030. المهم جايز هلا رح تاخذوا، لا مو طماطم رح تاخذوا هذه اللي فوق اللحمه كانه، فرح تاخذوا كمان جبنه، لا مو هذه ما ادري حتى لو جبنه لو ولا لا، لانه هذيك الثانيه كمان جبنه بس هذه اوكي، وهذيك اللحمه وهذا كمان اللي لونه بالاجنحه، وليكو هينا صنعنا جبنه فيها اجنحه، وهي الشغله كمان بالاجنحه، اللحمه عندها اجنحه كثير حلو. المهم يا الله بدي ارتب الاكل بس ما بقدر. المهم عفيه جايز شو رايكم بلبسسي؟ صراحه حبيتها، بس ما علينا جايز هيك حخلص هذا الفيديو، بتمنى يكون عجبكم، ما تنسوا انكم تشتركوا بالقناة، لو بدكم جزء تاني اكتبوا لي بالتعليقات رح اعملكم، اكتبوا لي كمان افكار بدكم تشوفوها بهاللعبة. صراحة بلشت يعني استمتع فيها كثير صراحة، بدي اصوركم فيديوهات اكثر، فخلوني اعرف بالتعليقات ايش الافكار اللي بدكم اسوي، رح طلع تعليقاتكم واعمل فكرة. المهم بحبكم كثير كثير كثير، نلتقي بفيديو جاي ان شاء الله، بس باي.